بس كان المفروض لهذا اليوم تكون حفظت جدول العناصر الدوري يا بيرك. بس العناصر اللي أنا بعرفها واضحة كتير يا حبيبتي، المصاري، الهواء والمي، وهلأ فيني ضيف عليهم الحب كمان والعشق وبس، وبقية العناصر ما قالن أي معنى بحياتي. حلو كتير، بكرة بالامتحان بتكتب العناصر يلي أنت بتعرفها وأكيد رح تنجح. أكيد. تعتقدي أني ما بساويها؟ ليش يعني أنا ما اعترفت بحبي إلك بوظيفة الأدب؟ تعرف لما أنت بتصير بتحكي عن الحب والعشق ما باخد كلامك بجدية، ملاحظ مو هيك؟ بعرف وأنا ملاحظ هالشي. أنت عم تساوي معي تكتيك مشان ما تخسريني. تكتيك؟ لا تكتيك ولا غيره، على الأغلب أنت جنيت، أنا ما إلي شغل معك أبداً. وشلون يعني؟ عم تساوي هيك لأني ما نزلت قدامك وحكيت كلام رومانسي مثل غيري؟ إيه، ما أنت عم تلعي، ولسه كمان ناقص تجيب لي باقة ورد. أنا ما بحب هالشغلات السخيفة. وأنا كمان كتير بكره هالأمور، لهذا السبب عم بتقرب منك. أنا وأنت في عنا نفس التفكير. شوي شوي، ولا تقرب مني بنوب مشان ما يضيع تعبك على الفاضي. وليش عم تقولي هيك يا حبيبتي؟ وبعدين شو قالوا أجدادنا؟ الجبال حتى هي ما بتقدر تتحمل الصعاب. بس نفسهم أجدادنا قالوا هالشي، ما في حب وعشق بالغصب. أنا برأيي تحط هذا الشي براسك. شو عم تسوي؟ أوجان وطي صوتك. نوينا نفجر غرفة المدير ونحن عم نصمم قنبلة. انت شو عم تخبصي يا بنت؟ لك كيف يعني عم تصمم قنبلة وبدك تفجري غرفة المدير؟ نحن عم نصمم قنبلة كيميائية، مانك شايف كل هالصياغ؟ يعني مالنا فاضيين هلا، يلا روح. مشان الله لا تجننيني، كيف يعني قنبلة كيميائية؟ انت شايفنا عم ندرس كيمياء وتسألنا شو عم نساوي؟ امتى بتخلصوا؟ ما بعرف، على الأغلب نضل هيك لآخر عمرنا. انت ليش عم تسأل؟ ولا شي، لأني رح ضل هون لتخلصوا. وشو السبب يا ترى؟ أختي ماني متأكد، بس شكله عم يتقرب منك، لهالسبب رح ناوي بجنبك، فلا تقلقي. أنت سخيف كتير يا أوجان، أنا بحمي حالي. تحمي حالها منيح، فلا تاكل همها. قال بتحمي حالها، قولي لي لشوف، هذا عم يحاول يطبقك ولا شو؟ ما عم يحاول يساوي شي، إذا بدك تقعد اقعد، بس لو سمحت حاول إنك تسكت. ماشي رح أسكت، كملوا. طيب لكن أنا هاد لك أنت شو سويت يا غبي؟ كسرت لي ظفري. شو أنت جنيت لتلمس إيدها؟ ليش لتلمسها؟ روح تعلم بمكان تاني بعيد عن أختي. عم يلمس إيدها، لا قدام أخوها. هدول لابسين مثل بعض ولا أنا مو شايف بوضوح؟ والله لابسين نفس الجواكيت، على الأغلب هي حركة رومانسية جديدة. عم تغاروا لأنه ما عندكن حبيبة وهن حلوين كتير. شو حلوين آسيا، أنا حاسة أني رح استفرغ. يا شباب خير، شو عم بيصير هون؟ ولا شي، بس كنا عم نحكي أنه أنتوا لابسين مثل بعضكن. وأنتوا لابسين مثل بعضكن. أمه لمظلوم ساوتهم مشاننا، حلوين كتير مو هيك؟ إيه عن جد حبيبتي حلوين كتير، وهذا يلي كنا عم نقوله، من كتر مالهم حلوين رح يرتفع السكر عنا هلأ. ماشي خاطركم ديروا بالكم. أخي تأخر كتير. إيه على طول بيتأخر. أنتوا لا تستنوا، روحوا. إيه والله اليوم في عنا كتير وظايف أوجان. ماشي شوفكم. شوفك. ليش تأخر يا ترى؟ وجن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.